مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير مناقيش الزعتر بالمقلاية على الغاز. عنا كوبين طحين، ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة سكر ومي فاتر. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط طحين، الخميرة، ملح، سكر، حركن شوي مع بعض. وهلا منحط مي ومنعجن، بحط شوي شوي مي وبعجن. انتهينا من العجن، برش شوي طحين. هلا بغطيها وبتركها ربع ساعة لتخمر العجينة. بعد الربع ساعة هيدي العجينة وعنا زيت نباتي، طحين وزعتر. لنكفي الطريقة. بحط زيت فوق الزعتر. بحركن مع بعض اكيد. بسم الله. هولي صاروا جاهزين للمناقيش. هلا بدنا نبلش مع بعض بالعجينة. بسم الله. طريقة جدا سهلة وسريعة وما بتاخد وقت. حط زعتر عليها كمان. الزعتر اكيد حسب الرغبة. هلا بحطها بالمقلاية على الغاز. هلا بتركها لتستوي. لنتأكد منها كمان. واو، استوت. هيدا الشكل النهائي. هولي مناقيش الزعتر اللي عملتن انا وياكن. عجينة كتير مرتبة. تتقدم المنقوشة مع شاي وزيتون او مع نعناع وبندورة وخيار. هيدا الشكل النهائي وهيدي العجينة. هولي مناقيش الزعتر اللي عملتن انا وياكن. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.